لكن وصلنا لفقرة تارو مع زينة نمرود. صباح الخير زينة. صباح الخير رانيا. أهلا وسهلا فيك. مثل كل نهار جمعة الناس بينطروا ليخطوا شوية توقعات تعطيهم شوية أمل كمان يا زينة بهالأوضاع البشعة يلي نحن عايشين فيها للأسف. رح منبلش أكيد ناخد اتصالات لليوم لحتى ما كتير نضيع الوقت، وأكيد مثل العادة بيمرق رقم تليفونيك حضرتك الخاص فيك 03-378-300 لأي استفسار جانبي أو لأي موعد. رح منبلش بأول اتصال. ألو. ألو. أهلا وسهلا، مين معي؟ بونجور. بونجور. معك ريتا. تفضلي ريتا، شو اسم والدتك وأي سنة خلقانة؟ إيفا و56 سنة. نعم، شو السؤال بالتحديد؟ الصحة والحياة المستقبلية. نعم. رح شوف ليك شو عم يعطيك الورق هون، عم بيقول لك الورق بعد 4 إشارات كتير قليل، يعني هو يا أيام يا أسابيع بالكتير مش أشهر. رح يكون عندكم مشكل، ما في خطورة بس مشكل مع حدا غريب. رح يتجاسفوا، رح تلوموا حالكم أنتوا كتير جزفتوا معه أو عطيتوه كتير أو أمنتوا له كتير. بالنهاية رح ينتهي هالمشكل بخسارة لألكم. بالمبدأ بالورق ما عم بين لي إذا في مرض ولا حالة خطرة. المادة رح تضلها تدخل على البيت من مصادر اثنين، من شخصين مثل بعضهم، العائلة منيحة، في امرأة قاعدة بقلب البيت رح تنقل شغلة من مكان لقلب، من مطرح ما بتكون لقلب عائلة أو لقلب البيت. نعم. بالمبدأ ورق منيح، ما في شيء يعني بخوف. إن شاء الله إن شاء الله كل الورق يكون اليوم منيح يا زينة. ألو، معنا اتصال جديد. ألو. ألو، نقطع الخط. زينة، بهيك أوضاع وقتها بيكون الوضع الوطن وضع الإقليمي كله متوتر، هل ممكن تشوفي شيء بالتارو؟ شو عم بتشوفي؟ ما بحب أقول. يا عيني، يعني شيء ببجر. هلا قلت لكم قبل شوي كلمتين تحت الهواء. أنا بركي بتغيري رأيك شوي. لكن عم نتابع مع الاتصالات. ألو. ألو. أهلا وسهلا، مين معي؟ بونجور، معك كاندي. تفضلي. بس بدي أسأل عن وضع جوزي وصحة أولادي. وضع زوجك بتحبي تاخذي بتفاصيل أكثر؟ أكيد. شو اسم زوجك؟ سوري؟ شو اسم زوجك؟ أنتوان. شو اسم أمه؟ جيهان. قد عمره؟ سوري، اسمها جهاد مش جيهان. أوكي، قد عمره زوجك؟ عمره 36. صح، قلقوا كله على المادة. صحياً كلكم منيح بالبيت، قد ما فيكم تقربوا على بعضكم كتير، تقاربوا بالأفكار بالتعاون. انت كنتوا مرقتوا هيدي المرحلة عالسنة الجديدة، كل الأشياء اللي عم تزعجكم أو عم تحسوا الملعنة لحدكم أو الأذى كله رح بيروح بعد شوية تعصيب، مش شوي، أكتر من شوي، وبيمشي الحال. يعني بدون يمرقوا بأزمة وكأن ايه. ولكن بترجع الصورة. بينصح الورق أنه أنت بكل الأحوال شو ما صار ضلك أنت وقفي بموقف يكون في سلام، يعني ما تكبري المشكل، وقفي تفرجي وقد ما فيك تكوني يعني بصلح لمنيح. رح ناخذ بعد اتصال. الو. الو. اهلا وسهلا، مين معي؟ بونجور، معك رامونا. تفضلي رامونا، شو بتحبي تعرفي؟ رامونا بنت نهى، بدي اشوف بس جوزة وبنتي وحياتنا يعني بالمجمل. نعم. شوف لك يا رامونا، رامونا شوفي، تركي من مطرح ما انتو اول شيء ما في، بتكون تطولوا بالكم. اثنين، كل المشاكل اللي حواليكم رح توصلكم لوقت تروح العاطفة من قلبكم بينك وبين زوجك. في تلبيك، ما تروحي مطرح. عم ينصحك الورق هون، مطرح ما انت قاعدة بكل الظروف اللي حواليك، مطرح ما انت قاعدة عم بينصحك هيك لأنه ما عم يبين لي طريق تاني لقليك أو حياة تاني أو اسلوب تبعي غير الاسلوب اللي انت عايشي فيه. كن ريح لقليك،
يعني ما عليك الا انك تقتنعي وتطولي بالك. زينة رح ناخد أكيد بعد اتصال، وبذكر المشاهدين أنه عم يتصلوا فينا على 0444444 ورقم الست زينة الخاص 0337830، وممكن تسألوا أي سؤال، ولكن دائما أنت زينة بتحددي أنه يكون سؤال واحد أو اثنين ماكسيموم، يعني سؤال على الهواء، بس نكون على الهواء مفضل يكون سؤال لحتى تقدري تعطي التفاصيل. يعني إذا حدا قاعد معي جلسة بيسأل اللي بده إياه، يعني بنضل أنا بخلط له ورق، بفتح ورق، يعني هون عم نفتح الورق فرد سؤال واحد. يلا رح ناخذ كمان اتصال. الو الو بونجور، اهلا وسهلا، مين معي؟ عبير. عبير تفضلي، بقدر احكي مع مدام زينة؟ عم تسمعك، تفضلي. اوكي، عبير بنت مارلين مواليد 94، حابه اعرف عاطفيا خصوصا ومهنيا اذا بتعمل معروف. العاطفي ليك، شوفي عندك مشكل بالعاطفي، شفتي هيدي ورقة الحب، هيدا المشكل. يعني شو المشكل؟ مش انه في مشكل، بس في شيء موقف لك الحب عندك او هالغرام، او يعني بعيد العاطفة عنك. حركتك انت منيحة منيحة، عم تضطري تلجئي لأساليب تحاولي تتملعني شوي او تتزاكي لتوصل الى اللي بدك اياه، يعني مثل كل شخص. مش غلط، مش غلط، مش لا ما بتكون عم تعمل شيء مش منيح، بس للاسف انه ما راح يوصلها لنتيجه. نعم، بدك تطولي بالك شوي على العاطفه وعلى الارتباط وعلى قراراتك، كثير ضعيفه، عم تاخذي قرارات مش غلط، ضعيفه. خذي وقتك، خذي وقتك، خذي وقتك، اسمعي مني. رح ناخذ بعد اتصال. الو الو بونجور، يا هلا، مين معي؟ طلال. اهلا وسهلا طلال، تفضل، شو اسم الوالده، عمرك وشو سؤالك؟ انا عمري 54 سنه. نعم. اسم الوالده محسنه. نعم، محسنتين مربوطه. قد عمرك طلال؟ 54. يلا شو السؤال تحديدا؟ عندي دعوة بالمحكمة إلى 13 سنة. نعم. فما بعرف المحامية اللي أنا حطتها مش منيحة. أيوة، خلينا نشوف شو رح بيصير بهالمحكمة يا طلال، تفضل إذن. أول شيء طلال برافو عليك، عم تعرف كيف تسأل، انتبه إنه أعطيني تفاصيل الاسم كيف بينربط، يعني كيف مكتوب، تي مربوطة، كثير بيأثر الاسم وتاريخ الميلاد لواحد يكشف للتاني. هي واحد. اثنين، اول شيء 13 سنه انت بلبنان، نحن هيك المحاكم عنا بتاخذ وقت كثير، يمكن بيتركوا لنا مجال يشوفوا انه بركي بيتصالحوا وبيهونوا علينا، او الثاني جيل يعني هو اذا شيء رح يتصالح. بالنتيجه هلا انه ما في عندك قرار، ما رح يجي قرار، انتصارك واقف. شوف انتصارك بهذا الموضوع، شوف هيدي ورقه الانتصار، واقف، بس كمان ما رح يقدروا عليك، يعني مثلهم كأنه عم بيقول لي ورق قرار ما في، لا أنت رح تكسب هلا ولا هني، في انتصار لإلك بس هلا واقف، في وقت إن شاء الله واحد ياخد حق، يعني قبل ما يموت الإنسان، إنه بيموت وما بيقدر ياخد حقه. فعلا هيك، ايه؟ فعلا هيك للأسف، شغلة يعني إن شاء الله خير. رح ناخد بعد اتصال. ألو الو الو موجود، يا هلا تفضل، مين معي؟ معك فادي وعمري 37. نعم. والاسم الام سميرة. بدك تعلي لنا شوي صوتك، اسم الوالدة سميرة، تفضل. نعم سميرة. نعم، سألني سؤال فادي. فادي سألني سؤال واحد. موضوع الصحة هي موضوع بيهمني، لأنه بعاني من مشاكل كثير من المعدة. لأنه بتعرف ليه قلت لك سألني سؤال واحد؟ لأنه ليك بيّن عندي حالة مرضية، يعني عم بجاوبني الورق على حالة مرضية. أوكي، يلي عم بتعيني منه مزبوط، يعني مش متهيئ لك أو بتخاف، أو في ناس تبقى موهومة. لا. صحيح، صح، أنت موجوع، بس موجوع من كل شيء، جسدياً وروحياً واجتماعياً ومادياً. فادي هلا بيمرق رقمي على التليفون، على التلفزيون، رقمي الخاص تليفوني، احكيني بعد الحلقه،
حكيني بعد الحلقة. سلامة قلبك يا فادي، ونحن بنتمنى انه كل المشاكل بتنحل، يا ريت بتنحل بسحر ساحر هيك، بس نحن عم نفتح الورق يا زينة. اي والله يا ريت. رح ناخذ بعض اتصال. الو الو، اهلا وسهلا، مين معي؟ بونجور. بونجور مدام صدقة، فيها صدقة. نعم وحياتي بدي. الو نعم عم نسمعك، تفضلي. بونجور. هلا هلا، عم نسمعك وحياتك. بس بدي اسال مدام بالنسبه لصحتي، اذا بتريدي، وصحه جوزي. شو اسم امك؟ موزه. قد عمرك؟ 55. زوجك شو اسمه؟ باردون، زوجك شو اسمه؟ ميشيل صدقه. شو اسم امه؟ نعيمه. قد عمره؟ 55. ما بعرف ليه عم تسألوا عن الصحة، اوكي انتم عم تمروا بظروف مادية صعبة شوي، الصحة ما بكون ما بها شيء ابدا، ما بكون شيء. زوجك كثير هيك حزين، زعلان لأنه انغدر فيه، غدروا، كذبوا عليه، وبعدهم عم يغدروا ويكذبوا، هذا يلي ملبكوا. صحتكم منيحة بس ظروفكم هيك شوي المادية، مثل كأنه تكلتوا، حدا أكلكم، أخذ على خاطركم كثير. تمرق يلا، تمرق. كله بيمرق زينة، كله بيمرق. ألو ألو بونسور. أهلا وسهلا، مين معي؟ نانسي. تفضلي نانسي. مدام زينة، اسمي نانسي واسم الأم هيلدا، العمر 27، بدي أعرف ماديا. ماديا نعم. يلا تزوجي نانسي. شغلك مطرح ما هو أول شيء بقي، يعني المادة اللي عم بتطلعيها من مطرح ما أنت قاعدة عم بتطلعيها هلأ، ما في غيره. في حب بقلبك عم بلش كتير يتغير الطرف الآخر، هون لازم أنت تنتبهي، ما تضلك أنت مسترسلة بعطفتك ويكون حدا ما عم بيبادلك هالمشاعر، لأنه رح تكون الصدمة بعدين أكتر بكتير. المادة رح تكون منيحة بس العاطفة هي رح تأذيك. مطولة أنك تكوني منتجة، يعني من إيدك أنت مادة، بضلك تشتغلي وبضلك تطلعي مادة، تفهمي، موزونة، ذكية، أصحابك حدا كتير بحبوها. حلو، حياة اجتماعية ناشطة. رح ناخد بعد، في عنا يمكن دقيقتين بناخد بعد اتصالات. ألو ألو بونجور. أهلا وسهلا، مين معي؟ معك نورما. تفضلي نورما، شو اسم الوالدة؟ والدي سامية. نعم. وعمر؟ بدي أعرف عن أولادي أحوال وصحتهم. قد إيه عمرك؟ اسمها سامية. لا حضرتك، حضرتك عن ولادي، صحة جوزي. قد ايه عمرك سامية؟ عمري 49. 49 سامية. شوفي بلش. نعم. الورق بلش الورق هون عم يحكيكي، عم بيقول لك ما حدا اقوى من ربنا، كل خسرتكم يلي خسرتوها رح تتعوض، ربنا رح يعوض لكم اياها. اجواء التعصيب اللي عندكم بقلب البيت معكم حق، من ظروف كتير تغيرت عليكم، ما في هلأ تغيرات أبداً بقلب البيت عندكم، ما في تغيرات، بالعكس في قرار كنتوا ناويين عليه مصيري لقلكم رح تعدلوا عنه. وهالثلاث أولاد اللي مبينين عندي هون منيح، بين عندي ثلاث أشخاص بقلب البيت بيكونوا منيح، مع الوقت بالمستقبل بيتأمن لهم الشيء اللي انت خايفه انه ما تتامن لهم، رح يكونوا مامنين، ما تعتلي هم. يلا ان شاء الله خير. رح ناخذ بعض اتصال. الو الو، اهلا وسهلا، مين معي؟ معك نور. نور. والدتي اسمها رويده. بس بدي اسال ست زينة انه على الاولاد، اذا عندي هلا انه فتره رح احمل واجيب اولاد، لانه انا كان عندي ولدين ومنسوب، هلا بانتظار انه أكون حامل، فبدي أسأل هالموضوع. يلا ما بقى أنا كتير وقت. منين عم تحكينا حضرتك؟ من لبنان؟ من دبي. من دبي. جرب حكيني تحت الهواء على 03-378-300، طري شي ساعة وحكيني. لكن بناخد بعد اتصالات. ألو ألو ألو. أيوة تفضل، مين معي؟ صباح النور. داني محرش. تفضل داني. شو سؤالك لزينة؟ كل شيء، صحة، الشغل. قد ايه عمرك داني؟ 41. شو اسم الماما؟ 42. شو اسم الماما؟ اما انشراح.
إذا بدك تضلك هيك خايف وحريص هالقد ما رح تقدر توصل لنتيجة مادية. قد ما فيك اندفع، كن إلك ثقة الأشخاص اللي حواليك، حبيت الشغلة أو ما حبيت أعملها لأنه في إلك نتيجة منها. تالت إشارة من السنة 2016 بتوقف مادة لإلك كأنه هي الأمل لإلك، ما تخاف رح توقفها وتشتغل فيها، ما فيها خطورة، رح تشغل كل شطارتك ومواهبك على السنة الجديدة، بيكون إنتاجك كتير منيح. خايش وحلوة وصحتك منيحة. طب شو في لي لقلي شي مرة ولك يا زينة تحت الهواء خبرون خبرون رانيا رح ناخذ مفتقر، رح يكون الاتصال الأخير. ألو ألو مرحبا ألو، كأن انقطع الخط. زينة بس الأجواء إيجابية كانت اليوم، منيح الورق اليوم عنا يعني. منيح الورق، منيح الورق، وأكيد لكل الأشخاص اللي ما قدروا يلحقوك اليوم بيقدروا يتصلوا على رقمك الخاص اللي مرق معنا على الشاشة، وأسبوع المقبل نهار الجمعة بتكوني معنا على الموعد على الساعة 12. إذا الله رد. شكرا لك زينة نمرود، رح ناخذ وقفة سريعة ونتابع MTV Live، خليكم معنا.